ويجي واحد يقول لك لا رحنا الحكومة بغا تخوصوا التعليم. لا سيدي، هو خاصت 74 مليار ديال الدرهم، انت كتقول لي تخوصوا التعليم؟ ما يمكنش. 31 مليار ديال الدرهم ديال الصحة، وجيت تقول لي انت لا خصات كنشجعوا زعما المؤسسات الشفائية الخاصة على العمومية. لا، دابا اصبح مريض القلب عملية خصها 13 مليون، ماشي واحد ماشي جوج، بدا يعني عنده كيمشي لا كلينيك بريفي 13 مليون كيخلص درهم. مرا عادية كتمشي تولد في لا كلينيك سيزاريان، في لا كلينيك عادي كتخلص واحد لا ديفيرونس صغيرة. الناس باقا ما مصدقاش انها طبقة طبقة هشة رجعت عندها التغطية الصحية. شكون كيخلص عليها؟ كتخلص عليها الحكومة، كتخلص عليها الدولة، ما هي ما كتخلص درهم. الرميد كانت عنده واحد تجربة، ولكن كان الإشكال في الرميد أن بزاف الناس اللي ما فيهمش مواصفات كان عندهم الرميد، والناس اللي ما عندهم اللي فيهم مواصفات ما كانش عندهم للأسف الرميد. حنا الدعم مباشر فحال اللي قالت أستاذة جمالي في الأول ديالو، يعني دايما أي إصلاح في الأول إلا وكترصدوا واحد الاختلالات واحد الإشكاليات، وهادشي طبيعي. يعني اذا نتوما كاع ما ديكلاريتو وجيتو قلتوا لنا المشكل ديالكم وتواصلتوا معنا حنا كبرلمانيين او لك ما نعرفوش حنا كاين هاد الاشكاليات، وحنا بدورنا اش كنديروا؟ ملي كنتلقى السيد الوزير سي بيتس والسيد الوزير ومرا اللي ما عندهاش وليداتها وبوحديتها مثلا راه ما استفدتش من الدعم المباشر. لا 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 راه كاين، لا لا السيد الوزير راه ما كاينش ما استفدتش، ويقلب طريقته. من بعد كيقول لنا لا راه استفدت، من بعد كنبقاو حتى حنا كنمشيو عند السلطه المكتب ديال لا سي ان اس اس ولا كنمشيو عند السلطه المحليه وكنقول لهم فوالا فوالا فوالا. هذا هو الأهم، حنا كنتواصلوا معاكم والمنظمات الموازية، رئيسة المنظمة الإقليمية المحلية خصها تتواصل معاكم، المستشارون خصهم يتواصلوا معاكم. كاين شي إشكال كبير كتجيو عندنا حنا، وحنا ملي كيكون إشكال كبير كنمشيو عند السادة الوزراء وهكذا دوالك. ولكن ميجي شي واحد يقول حنا كاع ما كنتواصلوا، حنا راه كنتواصلوا وكنتواصلوا وكنتواصلوا.